قشطه صالح قدمت استقاله. هو في 3 استقالات كبيره في الـ في الـ في الاتحاد وفي ادارات تنفيذيه يعني في مناصب تنفيذيه كبيره. ما اعتقد انه المكتب التنفيذي اللي جاي هيحسم كل الكلام ده. انا قلت لك يا محمد واضح انه في يعني في مطره كتيره في الكاف في الفتره اللي جايه. هل ده ممكن ياثر على الاختيارات اللي جايه في بالنسبه لبطولات الانديه؟ بمعنى انا فجاه اختيارات ايه، الحكام ولا اختيارات الاقامه؟ اختيارات الملعب، اختيارات الحكام. الملعب بص انا وجهه نظري انه بنسبه كبيره جدا الملعب النهائي دوري الابطال متفق معاك رايح الكاميرون، رايح الكاميرون عشان يريحوا دماغهم يعني يريحوا دماغهم من الخناقه. متفق معاك واعتقد انه الكونفدراليه هتروح المغرب عشان يعني يرضوهم يعني، واعتقد اللي هتظلم في الموضوع ده بيراميدز لان انت عندك بنسبه 90% عندك طرف مغربي هو نهضه بركان غالبا، لان حتى السيمي فاينال حصريه اغادير ونهضه بركان اذا خط مصر لا قدر الله، فعندك يعني. في طرف مغربي مؤكد في النهائي، فهم هيرضوه يودوا لهم الكونفدراليه عندهم يعني، لان تونس الا لو بقى قرار يودوا نهائي الكونفدراليه في تونس والدوري الابطال في. طب تونس لما قدمت على استضافه الملف من وجهه نظرك ايه؟ قدمت زي كل الدول اللي قدمت يعني، لان كان في بدايه الكلام ان في ملاعب مستبعده نتيجه شروط الصحه يعني السلامه والامن كان من ضمنها ملعب رادس، فجاه الاتحاد التونسي كمان قدم هو اعتقد بعد الاتحاد المغربي قدم. خلي بالك موضوع كورونا كمان اعتقد انه هيحسم الملف تماما وهيديه الجواب ولا حاسين بيها ويطلع بافريقيا. ده ماتش الزمالك كامل العدد. لا بس في كلام بيتقال انه ممكن تلعب من غير جماهير. عايز اقول لك الناس في تونس بتحارب على ان الماتش كله يكون كامل العدد، وده لاول مره في استاد رادس من ساعه الثوره. اول مره استاد رادس يكون كامل العدد من ساعه الثوره. ماتش الاهلي اعتقد كان كامل العدد. ما كانش كامل العدد، اتساب كان مدرج فاضي، اتساب مدرج حوالي مساحته 10,000 متفرج. وكان ساعتها الترجي التونسي فاكر في مباراه الاهلي كان عايز الساعه الكامله وتوافق له بس على 40-45,000 متفرج. المره دي انا يعني شايف تصريحات الاتحاد التونسي مع وزاره الداخليه في تونس بيتكلموا على الحضور 60,000. بص اعتقد انه الترجي حتى لو حضر له 500,000 متفرج، الترجي في اسوأ نسخه ليه انا شفتها معاك، بس سنين. انا بتكلم على فكره الحضور الجماهيري يعني فنيا الحقيقه فريق ضعيف جدا جدا. انا ما شفتش ترجي في نسخته دي رغم انه في لحد الهدف محمد ونجم كان مسيطر تماما على المباراه. مظبوط، ولكن الزمالك ما كانش جه لسه المباراه. بدايه الزمالك من اول ما احرز الهدف الحقيقه ما شفناش الترجي خالص، والحقيقه ما اتظلمش والقصه اللي عملت والحكم كان جيد جدا، الهدف الثاني ما فيهوش حاجه خالص، ضربه الجزاء صحيحه 100%. مش هنقعد بقى نقول زي الناس اللي بتقعد تعمل افلام، لا الزمالك يستحق الفوز والترجي كان ضعيف جدا. الترجي حتى في حضور 150,000 اعتقد ان فرصه ضعيفه جدا في الوصول في التاهل، في التاهل لان فنيا الترجي فقد 3 من اهم لعيبته. انت لما تفقد 3 من القوام الاساسي للفريق مظبوط القائم عليه اللي جابوا اخر بطولتين التركيبه الهجوميه كامله للفريق يوسف ليلي وانيس البدري ويوسف وفرانكوم انيس البدري يوسف بلايلي فرانكوم الحقيقه فرانكوم ده لعيب بفرقه فرانكوم ده نص ملعب ما حصلش حقيقة. وانيس البدري ويوسف بلايلي اللعيبه اللي هي انت متعوضتهم كمان بلعيبه يعني راس الحربه اللي بيلعب وترى مش لعيب قوي. الترجي بالثلاث لعيبه دول في بدايه الموسم كسب الرجاء في الرجاء 2-1 في اول 10 دقائق، خلص الماتش في اول 10 دقائق، ولكن بعد كده مع رحيل اللعيبه دي المستوى قل جدا. فاعتقد انه حتى لو حضور جماهيري كبير الترجي مش شايفه الا بقى لو قرروا يعودوا بمستوى ما حصلش يعني، دي حاجه هتبقى مفاجاه بالنسبه لهم شخصيا. لكن في النهايه اختيار ملف النهائي الكلام كله رايح للكاميرون، لكن فكره المغرب طالبه تونس طالبه ده هيعمل شويه يعني لا هيرضوهم هيعمل شويه سبايس شويه في الاختيارات هيرضوهم بالكونفدراليه يعني هيرضوا حد فيهم بالكونفدراليه. واعتقد انا وجهه نظري ان هم هيرضوا المغرب بيدوا لهم الكونفدراليه لان هم عارفين ان فريق منهم من الاثنين رايح. ف بس عايز اقول لك اختيار السكرتير العام حتى لو بشكل مؤقت عبد المنعم باه وهو مدير تسويق، ده يخليني في اختيار ملعب نهائي افريقيا ما استبعدش ان النائب الثالث او النائب الثاني فوزي لاججا هيكون له دور في اختيار الملعب. ما اعتقدش لان لجنه الطوارئ اصل لك على حاجه في مشهد كده بتقراها حتى من غير معلومه، فكره اختيار السكرتير العام ده بيبقى قرار المكتب التنفيذي. انا عندي مكتب تنفيذي كمان اسبوعين ثلاثه، ايه العجله وايه الاستعجال انا اختار اعمل لجنه طوارئ حتى لو تمرير تليفون عشان اختارش هذه الشخصيه لاداره الملف؟ وانا وجهه نظري عشان يقفلوا الباب على فكره المشاكل، وواضح انه كمان ان في ناس اللجنه اللي بتحقق في الكاف او اللجنه الموجوده للتدقيق المالي اللي فيفا باعتها واضح انها محتاجه حد شخص رسمي ما يتعامل معاها. فالنائب هي استلمت خلاص وقعدت واشتغلت بالظبط، فاعتقد ان هي محتاجه سكرتير عام حقيقي يتعامل معاها، مش بس المساعد كان موجود.